في الفيديو السابق أخبرتك بأنه سوف نشرح السرعة النهائية للجسم عند هبوطه أو القذيفة. دعنا نقوم بذلك، نسيت أن أقوم بذلك في الفيديو السابق. إذا لنشرح السرعة النهائية، المركبة الأفقية والمركبة العمودية للسرعة النهائية، وعندها سوف نجد السرعة النهائية الكلية المحصلة. المركبة الأفقية سهلة لأننا تعلمناها مسبقا. المركبة الأفقية للسرعة هي هذه القيمة هنا، هذه 30 جيب تمام الزاوية 80. إذن هذه ستكون المركبة الأفقية للمقذوفات عند وصولها إلى الأرض. لكن ما نحتاجه هو شرح المركبة العمودية للسرعة، لكن شيء واحد شرحناه في الفيديو السابق، شرحنا مقدار زمن التحليق، ونحن نعرف طريقة لإيجاد السرعة النهائية من السرعة الابتدائية بإعطائنا زمن التحليق. نعلم أن التغير في السرعة نتعامل مع المركبة العمودية فقط وليست الأفقية، لأن المركبة الأفقية ثابتة لا تتغير، وفرضنا أن مقاومة الهواء مهملة. نعلم أن تغير في السرعة أو تغير في المركبة العمودية للسرعة يساوي المركبة العمودية للتسارع. ضرب الزمن، والآن نعلم ماذا يساوي تغير في الزمن وما هو التغير في السرعة. إنها السرعة العمودية النهائية ناقص السرعة العمودية الابتدائية، ونحن نعلم السرعة العمودية الابتدائية لقد حللناها، شرحنا أن المركبة العمودية الابتدائية تساوي 29.54% متر لكل ثانية، هذا جيب 80 درجة، حيث أن هذه ستساوي سالب 29.54 متر لكل ثانية. والتسارع في الاتجاه العمودي إنه التسارع باتجاه الأسفل، إذن سيكون سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع. وزمن التحليق يساوي 5.76% ثانية، ونستطيع حل المركبة العمودية للسرعة النهائية. ومرة أخرى، هذه الكمية العمودية ليست الكلية، كتبت المركبة العمودية هنا، إذن لنقوم بحلها. إذا أضفت 29.54 سوف نحصل على المركبة العمودية للسرعة النهائية. لم يتم وضع علامة هنا. المركبة العمودية للسرعة النهائية تساوي 29.54% متر لكل ثانية ناقص 9.8 متر لكل ثانية تربيع ضرب 5.67% ثانية، وثانية سوف تلغى معي الثانية، ليكون كل شيء بوحدة المتر لكل ثانية. الأمر الذي يجعلني أن أستخدم الآلة الحاسبة مرة أخرى، إذا لدينا 29.54% ناقص 9.8 ضرب 5.67%، ونحصل على سالب 26.026 بالألف، ولنقل أن هذه تساوي سالب 26.3% متر لكل ثانية. وسوف تقول انتظري، ماذا تعني بهذه سالب 26.3%؟ وتذكر عندما كنا نتعامل مع الاتجاهات فقلنا أن الموجب للأعلى والسالب يعني الأسفل. إذن سوف نقول بأن لدينا 26.3% متر لكل ثانية للأسفل،
إذن ما هي قيمة السرعة المحصلة عندما تسقط للعودة إلى ذلك المهبط؟ المركبة العمودية للسرعة هي سالب 29.3% في اتجاه الأسفل، والمركبة الأفقية للسرعة نحن نعلم لا تتغير مع الزمن، كما وضحناها كانت 30.80 درجة، هنا 30.80 درجة. سوف أستخدم الحاسبة لحسابها، 30.80 درجة، والتي تساوي 5.21%. إذن هذه 5.21% متر لكل ثانية، هؤلاء كلاهما سيعطياني المحصلة. جيد، أستطيع مد الرأس للذيل وأستطيع نقل هذا فوق. إذن إنه ذيل على الرأس، رأس المتجه الأزرق، حيث ستبدو مثل ذلك. طول هذه مقدار المركبة العمودية يساوي 29.3%، وبعدها سوف نستخدم نظرية فيثاغورس لنوضح مقدار محصلة السرعة واتجاهها. لطول هذه نستطيع استخدام نظرية فيثاغورس. إذن مقدار محصلة السرعة هذا هو الطول لليمين هنا، أو أن المحصلة النهائية للسرعة سوف تساوي دعني أكتبها بهذه الطريقة. هذا الخط من نظرية فيثاغورس، الجذر التربيعي لمربع 5.21 زائد مربع 29.3%، وسوف نحصل الجذر التربيعي لمربع 5.21 زائد مربع 29.3%. سوف يعطي 29.49% متر لكل ثانية. ذلك مقدار السرعة النهائية، لكننا نحتاج لشرح اتجاهه. إذا نحتاج لشرح هذه الزاوية، والآن نحن نتكلم عن الزاوية تحت الأفقي. وإذا كنت تريد مشاهدته من حيث الاتجاه سيكون من زاوية سلبية، اتجاه زاوية تحت الأفقي. إذا ما زاوية لليمين فوق هنا؟ إذا عرضنا الزاوية الموجبة في الطرق المثلثية التقليدية، قد نستعمل أي اقتران مثلثي. دعنا نستخدم الظل، يمكننا أن نقول ظل الزاوية تساوي العكس مقسوم المجاور. إذن 29.3% مقسومة على 5.21%، وهذا يساوي معكوس الظل ل 29.3% على 5.21%، وهذا يعطي معكوس الظل ل 29.3% مقسوم على 5.21%. سوف نحصل على 79.8 درجة، لكن ستكون 79.8 درجة جنوبا أو أسفل الأفقي. أو إنك سوف تعرض الزاوية لتكون سالب 79.8 درجة فوق الأفقي، أي أن واحدة من هذه ستكون. ما الجميل في هذا هو أنه لدينا متجه السرعة النهائي، المتجه الكلي، ونحن نعلم ما ذلك المتجه، إنه 29.49 متر لكل ثانية، 79.8 درجات تحت الأفقي.